فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل آخذ كفا من الماء وأضعه تحت اللحية وذلك بعد الوضوء؟ لا، هذا عند غسل الوجه، عندما تغسل وجهك تبلغ لحيتك، تأخذ كف من الماء وتعرك لحيتك به مع غسل الوجه، أما بعد ما ينتهي الوضوء ما يصلح، لأن هذا من الوجه ولا يؤخر بقية الوجه إلى بعد الوضوء. نعم.